بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلبة الصف الأول إعدادي، عاملين إيه يا ولادي؟ كويسين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس التوازي هندسة ترم أول من كتاب المعاصر، الوحدة رقم 4، الدرس الثالث. التوازي، خد بالك، أقدر أقول إن أنا عندي مثلا مستقيمين متوازيين إذا كان يوجد بينهما بعد ثابت، أو إذا كان المستقيمان لا يتقاطعان مهما امتد. يبقى المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان لا يتقاطعان أبدا مهما امتد، تمام؟ ولو خدت نقطة ونقطة مقابلة ليها وجبت قيس المسافة زي شريط القطر كده، أي نقطة ونقطة مقابلة ليها هتلاقي إن المسافات كلها متساوية. يبقى لو جيت ترسم بالنقطة نقطة مقابلة ليها وتقيس البعد، لو تاخد مثلا نقطة نقطة مقابلة ليها وتقيس البعد، تلاقي إن الأبعاد كلها متساوية بين كل نقطتين متقابلتين. أنا عندي العلاقة بين المستقيمين ممكن يكونوا متوازيين أو متقاطعين، ده في من نفس المستوى، لو مستوى واحد فقط ممكن يبقوا متقاطعين كده. إحنا خدناها الحصة اللي فاتت، إذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتين متقابلتان بالرأس تكونان متساويتان في القياس. طب النهاردة هندرس إيه؟ هندرس حالات تقاطع مستقيم لمستقيمين متوازيين. إذا قطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتان متبادلتان متساويتان في القياس. دي الحالة الأولى، خد بالك الزاويتين الأول هنا دول اللي عاملين النقطة، دول اسمه تبادل داخلي، وإكس بتساوي إكس ده تبادل خارجي. طيب إيه تاني؟ إذا قطع مستقيم مستقيمان متوازيان فإن كل زاويتان متناظرتان متساويتان في القياس. تناظر مثلا، يبقى هنا مثلا الزاوية دي زي دي اسمه ده تناظر، كذلك الزاوية اللي هنا زي الزاوية اللي هنا وراء تناظر، كذلك الزاوية اللي هنا زي الزاوية اللي هنا وراء تناظر. الحالة التانية، إذا قطع الكالتة، إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين، يعني إكس زائد واي ب180، كذلك زاوية مثلا زد وزاوية أو الاتنين مجموعهم 180 درجة، اسمهم داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان. تعال نشوف تمرين حاول بنفسك من كتاب المعاصر رقم 1، في كل من الأشكال الآتية أوجد قياس الزاوية المشار إليها بعلامة استفهام. رقم 1، عندي هنا مستقيم بيوازي مستقيم آخر، ودي مستقيم قطعهم في نقطتين، الزاوية هنا طلعت ب60 وهي زاوية تانية عليها علامة استفهام، وهنا أنا عايز أجيب الزاوية اللي عليها علامة استفهام. دول يا ولاد زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين، يعني 60 زائد 120 يديك 180، لأن أنا عندي المستقيم الأول اللي هو إكس واي بيوازي المستقيم اللي زد، دول بيوازوا بعض، يبقى الزاوية اللي عليها علامة الاستفهام دي هيبقى قياسها ب 120 درجة. ده وضع إيه؟ تداخل. تقول بما أن المستقيم إكس واي بيوازي المستقيم زد إل، وعندي المستقيم إم إن قاطع لهما، إم إن قاطع لهما، إذا قياس زاوية إي زائد قياس زاوية F يساوي 180 درجة داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان. خد بالك فوق في مسائل هو حللها المنظر ده، لازم برضه انت تيجي تحل تكتب خطوات حلك، يعني تشرح الطريقة بتاعة الحل اللي انت جبت بيها. طب هنكتبها ازاي يا حبيبي؟ بص كده، بتكتب اسم المستقيمين الأول اللي بيوازوا بعض، نقول بما أن المستقيم XY ده يوازي المستقيم LZ، الاتنين دول بيوازوا بعض، وعندي كمان المستقيم الكبير اللي هو ام ان ده قاطع لهما. طالما قاطع لهما يبقى اذا قياس زاوية اي اللي هي دي زائد قياس زاوية اف الاتنين 180 درجة داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يعني مجموعهم 180 درجة، يعني الزاوية اللي هو عايزها اللي هي F هتقول له بتساوي 180 ناقص الزاوية 60 تديك 120 درجة.
يبقى ده الحل بتاعنا المسألة رقم واحد. مسألة رقم اتنين بيقول لي أوجد الزاوية المشار إليها بعلامة استفهام، جنب مستقيم يوازي مستقيم آخر وفي مستقيم وصل بينهم كده، هنا الزاوية كانت 80 وهنا في منصف قسم الزاوية لزاويتين زي بعض، أنا عايز أجيب الزاوية واحدة منهم بكام، هنا كانت A وهنا B وهنا C وهنا E وهنا D وهنا F. طب يا حبيبي هتبدأ بالتوازي، العلامة دي ودي معناها المستقيمين السهمين دول معناهم بيوازوا بعض، يعني لما تيجي تحل المسألة هتكتب الأول تقول والله بما أن الشعاع اللي عندي اللي هو BA بيوازي الشعاع CD، وعندي المستقيم BC قاطع له، ده قاطع له. طيب هتستنتج ايه طالما قاطع؟ ان الزاوية دي زي الزاوية اللي هنا، وضع تناظر. تقول اذا قياس الزاوية اللي عندي اللي هي DCE تساوي قياس زاوية B تساوي 80 درجة، وضع تناظر يعني زي دي 80 تبقى هنا 80 زيها. طب انا عندي منصف، تقول بما ان الشعاع سي اف منصف زاوية سي، اذا قياس زاوية اف سي اي اللي هنا تساوي قياس زاوية دي سي اف، الاتنين زي بعض لان هو منصف. طب احنا اثبتنا ان هما الاتنين كان مجموعهم ب80، يعني الزاوية دي كلها بايه؟ ب80، يبقى 80 هتقسمها على الاتنين يبقى كل واحدة تبقى بكام؟ ب40 درجة، يبقى الزاوية أثبتنا إن قياسها ب40 درجة. ده سؤال رقم اثنين. سؤال رقم ثلاثة، هنا عندي مستقيمان متوازيان وفيه مستقيم قطعهم كده بالمنظر ده، نتج عندي إن في زاوية 75 درجة هنا وهنا كانت الدي وهنا السي وهنا الـ B وهنا الـ A وهنا الـ F وهنا الـ E، وأنا عايز أجيب الزاوية اللي هنا. طيب في توازي يا مستر وفي قاطع ليهم، إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين كل زاويتين متبادلتين مساويتين في القياس، يبقى ده وضع تبادل. تقول له بما أن المستقيم DC كله على بعضه كده يوازي المستقيم الثاني اللي هو AB، وعندي المستقيم F اي قاطع له، المستقيم ده قاطع له، المستقيم اف اي مستقيم اف اي قاطع لهم، يبقى انت هتستنتج ان قياس زاوية اف تساوي قياس زاوية اي هيساوي كام؟ 57 درجة، وضع تبادل، تبادل ايه؟ داخلي، يبقى انت اثبتت ان في تبادل ايه؟ داخلي، تمام؟ ده سؤال ثلاثة، كيف تكتب البرهان؟ طبعا يا ولاد لازم نقرأ المقطعات كويس، ونحدد ايه المطلوب في المسألة ونمشي بالبراهين قواعد عشان نوصل للحل، زي ما حلينا المسألة الوقت لازم تعرف مقطعات المسألة كويس، وخصائص حل المسألة يا إما تشوف الحالات بتاعتك وضع التناظر او التبادل او التدافع عشان تحل المسألة. طب في الشكل المقابل بيقول لي اوجد قياس زاوية اكس واي او قيمة اكس واي، الشكل معايا ده يا اولاد اللي هو التمرين حاول بنفسك، انت عندك فيه توازي اهو يا اولاد شايفينه حبايبي، عندك هنا بص انا هرسمها لك هنا في الورقة وانت حل معايا، لازم تتعود برضو على الرسم، يعني ايدك تاخد على رسمة المسألة بالمسطرة طبعا، ما تعملش بايدك، اعمل مسطرة ولا مرصاص. هنا عندك شعاع كده وعندك هنا مثلث، هنا الزاوية 50 وهنا الزاوية 70 وهنا الزاوية واي ناقص 10 وهنا 2 اكس دي 50 وهنا 70 وهنا ايه هنا الـ E وهنا الـ C وهنا الـ D وهنا الـ B، وفي علامة توازي يا ولاد موجودة.
طيب اول حاجه هتاخد بالك منها يا ابني ان الزاويه 70 والزاويه 2 اكس 2 زي بعض وضع تناظر. يبقى اول شيء بتكتبه التوازي اللي عندك، تقول بما ان الشعاع بايه. اتعود معايا كتابه البرهان سهل جدا، مفيش اسهل منه، بس اتعود، بس اتعود في الحل وتكتب كتير. تقول بما ان الشعاع بايه يوازي القطعه المستقيمه سيدي، وتقول له مين اللي قطعهم اللي هو الاي سي. ودايما خد بالك القطع تعملها علامه مستقيم كده، تقول المستقيم اي سي قاطع لهم. هتستنتج على طول ان قياس زاوية سي يساوي قياس زاوية اي بي اي هتساوي 70 درجة. الزاوية اللي هنا زي الزاوية اللي هنا، شايفها وضع ايه؟ تناظر. ده وضع ايه يا ولاد؟ تناظر. يعني الاتنين اكس هتبقى ب70، يبقى الاكس 70 على 2 خلال 35 درجة، يعني زاوية إكس تطلع ب35 درجة. ده أول مطلوب. المطلوب التاني أنا عايز أجيب الواي. هجيب الواي إزاي يا ولاد؟ عندك وضع تبادل، هتقول له بما أن بقى، بما أن عندي قطع آخر ليهم، أنت قلت المستقيم اللي هو بي إي أو الشعاع بي إي بيوازي السي دي، قطعة سي دي، وعندك هنا البي دي قاطع له. بتستنتج ان قياس زاوية دي بيساوي قياس زاوية ABD. الزاوية اللي هنا زي الزاوية اللي هنا، وضع تبادل. ABD هتساوي كام درجة؟ 50 درجة، وضع تبادل. تمام، الاتنين زي بعض وضع تبادل. يبقى الواي ناقص 10 بتساوي 50، يعني الواي تبقى 60 درجة. يبقى انت جبت قيمة الواي ب60، جبت الزاوية او قيمة اكس ب35. ده حل المسألة اللي بعدها. لازم تكتب بالبرهان. تمام يا ولاد؟ في بقى عكس للكلام ده، ازاي تثبت يعني ان المستقيمين متوازيين؟ كيف تثبت ان المستقيمين متوازيين؟ عكس اللي فات، يعني اذا وجد الزاويتان متناظرتان متساويتان في القياس، واذا وجد الزاويتان متبادلتان داخليا او خارجيا متساويتان في القياس، وإذا وجد الزاويتان داخلتان وفيها واحدة من القاطع متكاملتان. دي عكس النظرية. تعال نشوف تمرين بقى، حاول بنفسك وهنوضح عليه إن شاء الله الحل. أهم حاجة بس تركز معايا، كل خطوة بكتبها بتبقى منتبه للمسائل، أفكارها بتتكرر. لو لميت كل الأفكار اللي هنا وأفكار كتاب المدرسة كده خلاص، أنت مش محتاج حاجة إن شاء الله يعني. خلاص، أهم حاجة تتعود في البرهان تكتبه كويس عشان تاخد درجة البرهان كاملة. المسألة بتقسم تيجي تحلها معطيات، مطلوب برهان. أنا بحرك معاك البرهان مباشرة دلوقتي، وأنت لما تيجي تحل في المسألة لازم طبعا تكتب معطيات ومطلوب برهان في ورقة الإجابة إن شاء الله يعني. هنا جاب لي الزاوية بي ب55 درجة، والزاوية هنا 125 درجة، وهنا الدي، وهنا الاي، وفي هنا علامة توازي موجودة بين مستقيمين. هو بيقول لي في المسألة لماذا يكون الاي دي بيوازي الاي بي؟ لماذا يكون سي دي، بين لماذا يكون سي دي ده يوازي اي بي، بيوازي الاي بي فوق اللي عندك. خلاص، المسألة ليه؟ عشان تثبت ان دول بيوازوا بعض. هو عمل علامة مهمة جدا، قال لك إن في توازي هنا، يعني قال لك إن الـ AB يوازي الـ CD. طبعا ده خطأ. يعني إيه يا ولاد؟ يعني المفروض هو كان يعمل السهمين هنا، على السهم هنا والسهم هنا. فأنا هصلح لك بس المسألة، في بس خطأ في إيه؟ في العلامات اللي هي الموجودة، لأن هما عامل العلامات دي معناها إن هما بيوازوا بعض. لا، هي مش المفروض تبقى كده، المفروض تبقى المسألة بالمنظر ده، يعمل السهم هنا والسهم هنا، يقول لك إن دول بيوازوا بعض يعني. عشان عايز اثبت اصلا ان السي دي ده، عايز يعني اثبت ان هو بيوازي الاي بي، فما يعمليش عليه علامه توازي. يبقى انت كده هي محلوله، انت بتعمل ايه؟ لا، يبقى هنا في بس خطا مطبعي، ان هنا العلامات تبقى هنا، ان دول بيوازوا بعض. طيب، ودي 125 درجه. يبقى لما تيجي تحل المساله هتلاحظ ان في توازي بين الدي اي والسي بي. تقول بما ان الشعاع دي اي بيوازي القطعة سي بي، وعندك المستقيم اللي هو سي دي
قاطع لهم، ده قاطع. طالما قاطع يبقى تستنتج من قياس زاوية سي زي قياس زاوية دي الاتنين مجموعهم كام؟ 180 درجة. ليه يا حبيبي؟ لأن دول داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان، يعني مجموع 180. تقدر تجيب قياس زاوية سي، هتقول له 180 ناقص الزاوية اللي هي 125، 10 ناقص 5 ب 5، و7 ناقص 2 ب 5، تطلع 55 درجة. طب ما انت عندك اصلا زاوية بي ب 55، وانت جبت الزاوية اللي هنا ب 55. طب ده وضع ايه؟ وضع تبادل، تبادل داخلي. وبالتالي اذا المستقيم اي بي يوازي المستقيم سي دي. يبقى تكمل كتابة هنا، تقول له بما ان قياس زاوية سي بيساوي قياس زاوية ايه؟ بي. الزاويتين دول زي بعض، بيساوي كام درجة؟ 55 درجة. وضع تبادل داخلي. طالما هو تبادل داخلي يبقى انت بتستنتج ان المستقيم اي بي بيوازي المستقيم سي دي. يبقى انت كده اثبتت ان هم بيوازوا بعض، لان انت كان عندك زاويتين على وضع تبادل. يبقى انت استفدت ان الزاوية هنا 125، يبقى دي هتكملها 55. وعندك 55، دي زيها 55 معطى في المسألة اللي فيها 55، وأنت جبت هنا 55، ده وضع تبادل، حرف الزد أهو، ده تبادل داخلي. وبالتالي أنت أثبتت إن في توازي بين المستقيم AB والمستقيم CD. طيب السؤال اللي بعده رقم 2، لماذا يكون AB يوازي CD؟ ليه هما الاتنين بيوازوا بعض؟ هتحاول تفكر عن طريق التقاطع. هنا زاوية 115، يبقى الزاوية اللي هنا المفروض تبقى زيها 115 بالتقابل بالرأس، صح؟ ده تقابل بالرأس أهو، وهو جاب لك اللي هنا 115 أصلا، لأنه جاب دي وجاب هنا الزاوية. فال 115 و115 اللي عندك ده وضع إيه؟ ها؟ وضع تناظر. طب ما ممكن تحل بطريقة تانية، إن الزاوية اللي فوق دي أصلا زي الزاوية دي، ده اسمه تبادل خارجي وخلاص. أنت مش محتاج تجيب تقابل بالرأس. يبقى أنت ممكن تحلها مباشرة، تقول له ان الزاويتين اللي عندي دول متقابل وضع ايه؟ وضع تبادل خارجي، اللي هي زاوية ام اي اي، الزاوية اللي عندك اللي هي ام اي اي تساوي زاوية ام اي اي بتساوي قياس زاوية ام اف دي، ان اف دي الزاويه اللي هنا زي الزاويه اللي هنا بتساوي كام؟ 115 درجه، يقول عليه تبادل ايه؟ خارجي. ده تبادل خارجي. اذا المستقيم اللي هو الاي بي بيوازي المستقيم الثاني اللي هو سي دي، تمام؟ لأن عندي هنا في تبادل خارجي أصلا موجود. طب التمرين اللي بعده 3، لماذا يكون AB يوازي CD؟ لاحظ إن الزاوية دي كلها 130 اللي هي السي، يبقى اتقسم جزئين يعني 65 و65، هتبقى زاوية ECD الزاوية اللي عليها الماوس الصغيرة دي زي زاوية B وضع تناظر، خلاص يبقى أنت عندك زاويتين في تناظر، يعني المستقيم CD هيوازي AB. تكتبها إزاي؟ أنت عندك المسألة اهي، المستقيم CD كان بيوازي BA، هنا الزاوية 65 وهنا الزاوية كلها 130، و 130 تتقسم على الاتنين لأن ده منصف. تقول بما أن أهو الشعاع CD ينصف زاوية ACE، بيقسمها لزاويتين متساويتين في قياس. إذن قياس زاوية ECD تساوي قياس زاوية DCA تساوي 130 على 2 ب 65 درجة. إذن استنتجنا إن زاوية ECD
تساوي قياس زاوية بي، الاتنين زي بعض كل واحدة 65 درجة، ده وضع تناظر. طالما وضع تناظر عندك يبقى المستقيم سي دي أو الشعاع سي دي يوازي القطعة اي بي. تقول له إذا الشعاع سي دي أو المستقيم سي دي بيوازي الـ اي بي. بس ده سؤال 3. تعال نشوف الكتاب، نكمل مع بعض تمرين حاول بنفسك رقم، حاول بنفسك رقم 4 في الشكل المقابل. اوجد بالبرهان قياس زاوية دي سي دي، عايزين نجيب الزاوية اللي هنا. طيب في توازي يا ولاد، انت عندك عشان تحل المسألة دي هتعمل عمل، يعني هترسم مستقيم من نقطة سي يوازي مستقيم اي دي مع مستقيم دي اي، وانت محتاج تعمل عمل للمسألة اللي عندك. نوضح كده رأي الخط، مسألة اهو انا عندي هنا شعاع وفي قطعة ورسم قطعة ورسم شعاع تاني، وقال لي الاتنين دول بيوازوا بعض، يبقى انا هعمل عمل هندسي. هنا سي هنسمي هنا النقطة كي، وهنا البي، وهنا الاي، وهنا الدي، وهنا الاي. يبقى هما قالوا ايه في المسألة؟ العمل نرسم الشعاع كي بيوازي الاي دي وكمان بيوازي البي اي، يبقى انت عملت عمل هندسي. دي الخطوة الأول بتعملها، يبقى انت في توازي، جاب لك الزاوية هنا ب 130، جاب لك زاوية دي ب 120. هتقول والله بما أن البرهان، بقى برهان حل المسألة، بما أن الشعاع دي اف بيوازي الشعاع سي كي، كمان عندي الدي سي قاطع له، سي ده قاطع، يبقى قياس الزاوية ده اللي هي دي سي كي هتقول 180 ناقص 120 تبقى 60 درجة، يبقى انت جبت الزاوية ب 60. نفس الكلام بما ان الشعاع اللي هو سي كي بيوازي الشعاع بي اي، وعندي السي بي ده قاطع اخر او قاطع لهما، يبقى تستنتج ان مجموع الزاويتين اللي هنا ب 180، يعني تقول قياس زاوية بي زي قياس زاوية كي سي بي ب 180 درجة زاويتين، وهنا ب 130، يبقى 180 ناقص 130 بكام؟ 50. يبقى قياس زاوية كي سي بي 180 ناقص 130 تبقى ب 50 درجة. يبقى انت تقدر بقى تجيب الزاوية دي كلها، هي عبارة عن زاوية قياسها 60 وزاوية هنا قياسها 50. ماشي يا ولاد، لازم تكتب معايا. يبقى انت كده خلاص تقدر تجيب الزاوية اللي هي دي سي بي هتبقى 50 و60 ب 110. ماشي، تقول له إذن الزاوية دي سي بي هتساوي 50 زائد 60 110 درجة. تمام يا ولادي، فهمتوا؟ تعالوا بقى نشوف براهين أو مسائل الكتاب نفسه بتاع المعاصر، هنقرأ مع بعض ونحل بإذن الله. مستعدين؟ ركز معايا. رقم 1، المستقيم العمودي على أحد مستقيمين متوازيين يكون عمودي على الآخر في المستوى، يعني لو عندك مستقيمين بيوازوا بعض وجه مستقيم كان عمودي على أحدهما، أهو هما كانوا بيوازوا بعض أهم، جه عمودي بقى، مستقيم عمودي على أحدهما فإنه يكون عمودي على الآخر. يبقى اكتب هنا نقطة عمودي على في الاختيارات اللي عندي، في النقط اللي عندي. رقم 2، إذا وازى مستقيمان مستقيما ثالثا كان هذا المستقيمان متوازيان، يعني لو في مستقيم اللي هو مثلا بيقول لي 1 كان بيوازي مستقيم تاني اللي هو ال 2، تمام، مستقيم تالت اسمه ال 3 كان بيوازي المستقيم ال 2، يبقى انت تستنتج ان ال 3 بتوازي ال 1، يبقى تاني ال 1 كان بيوازي ال 2 وال 3
بيوازي الاثنين، يبقى ال واحد وال ثلاثة بيوازوا بعض. يبقى إذا وازى مستقيمان مستقيما ثالثا كان هذان المستقيمان متوازيان، أو بنكتب متوازيين. دي سؤال اتنين. سؤال ثلاثة، المستقيمان العموديان على ثالث في المستوى، مستقيمين كانوا عموديين على ثالث في المستوى، فبيكونوا إيه؟ بيكونوا متوازيان. يعني أنت عندك مستقيم أهو، جه مستقيم هنا عمودي عليه، تمام؟ ودي مستقيم تاني عمودي على نفس المستقيم اللي تحت، يبقى المستقيمين دول مالهم؟ متوازيان. يبقى المستقيمان العموديان على ثالث يكونان متوازيان. يبقى اكتب متوازيين، المستقيمين دول يكونوا متوازيين. السؤال اللي بعده رقم أربعة، إذا قطع رقم أربعة أولاد، إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس. نكتب كلمة متساويتان في القياس هنا. رقم خمسة، إذا قطع مستقيمين إذا قطع مستقيم مستقيمين فإن كل زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس. نكتب متساويتان في القياس. سؤال رقم ستة، إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين. عندي مستقيمين بيوازوا بعض، يجي مستقيم قطعهم كده، يبقى كل زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين، يعني مجموعهم هيكون 180 درجة. سؤال سبعة، إذا قطع مستقيم مستقيمين ونتجت زاويتان متناظرتان متساويتين في القياس، ها؟ لو بيقول لك يعني لو مستقيم قطع مستقيمين ولقينا زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس، كان هذان المستقيمان متوازيين. نكتب متوازيين. سؤال 8 برضو، إذا قطع مستقيم مستقيمين ونتجت زاويتان متبادلتان متساويتان في القياس، كان المستقيمان متوازيين. وضع التبادل أهي يا ولاد، يبقى المستقيمين دول كانوا إيه؟ متوازيين. ده سؤال 8. سؤال 9، إذا قطع مستقيم مستقيمين ووجد الزاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان، نفس الكلام، الزاوية اللي هنا والزاوية اللي هنا مجموعهم كام؟ مجموعهم 180، يعني المستقيمين اللي عندي متوازيين. يبقى المسألة رقم 9 نكتب متوازيين، والمسألة رقم 8 اللي هو كانوا متبادلتين، يعني الزاوية اللي هنا والزاوية اللي هنا دول وضع تبادل، حرف الزد موجود معايا، يعني المستقيمين هيكونوا متوازيين. يعني اكتب متوازيان هنا وهنا متوازيان برضه. أوجد قياسات الزوايا المرقمة في كل شكل مع توضيح السبب. طيب بص يا حبيبي، أنت عشان تحل المسألة اللي عندك توضيح السبب ده، يعني هتقول له يا إما في تكور بالرأس، يا إما هتقول له في تبادل داخلي، يا إما في تبادل خارجي، يا إما في تناظر، يا إما في وضع تكامل، أنت جاي وردين متكاملتين تقولها كده يعني. طيب أنا عايز أجيب زاوية مين؟ زاوية واحد. يبقى أول مسألة معايا اللي هي الرسمة اللي هنا، اوضحها لك اهو، ماشي، ركز معايا كده بس وانا بشرح. شايف هجيب زاويه واحد، دي هتكمل زاويه 50، يعني زاويه واحد تكمل 50، قول 180 ناقص 50 ب 130، يعني تقول له قياس زاويه واحد هتقول له 180 ناقص ال 50 ب 130 درجه، اقول له هنا متجاورتان متكاملتان زاويه واحد. طيب زاويه اتنين هنجيبها بالتقابل بالرأس، هتساوي كام؟ اللي قبلها 50 اهو، تقابل بالرأس، قول له بالتقابل بالرأس، بالتقابل بالرأس. طيب زاوية 3، زاوية 3 هتساوي زاوية 1، واحنا جبنا زاوية 1 130، هقول له هنا بالتقابل بالرأس، تمام؟ طيب زاوية 4، زاوية 4 هتساوي زاوية كام؟ 50، تبادل، زاوية 4 بتساوي 50 درجة تبادل داخلي، أو بالتبادل داخليا. طيب زاوية 5 هتساوي زاوية 1 بالتناظر، يبقى قياس زاوية 5 بتساوي قياس زاوية 1 بتساوي
واحد كنا جبناها 130 درجة تناظر، وضع تناظر، تمام؟ أو ممكن تقول 5 زي 3 وضع تبادل داخلي، ممكن تقول 5 زي مثلا 7 بالتقابل بالرأس، أو تقول له 5 تقول 180 ناقص 50 130 داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان. زاوية 6 هتساوي زاوية 50 وضع تناظر، يبقى قياس زاوية 6 هيبقى بيساوي 50 درجة، تكتب جنبها تناظر. طيب زاوية 7 تساوي زاوية 3 وده تناظر، زاوية 7 بتساوي قياس زاوية 3 بتساوي 130 درجة وده تناظر. أو ممكن تقول 7 زي قياس زاوية 1 تبادل خارجي، 1 و7 زي بعض تبادل خارجي. تعال نشوف الشكل اللي بعده برضه نفس الفكرة. أنا عايز أجيب زاوية 1 هتكمل زاوية 120، لأن عندي زاويتين متجاورتين متكاملتين. يبقى هنا زاوية 1 هقول له 180 ناقص 122 تطلع معايا 58 درجة، تمام؟ زاوية 1 هتكمل الزاوية اللي جنبها، يعني أقول هنا متجاورتان متكاملتان. زاوية 2 القياس بتاعها هيساوي 122 درجة تقابل بالرأس. زاوية 2 هتساوي كام؟ 122 بالتقابل بالرأس. يعني بص كده حل الماوس، شايف هنا الاتنين زي 122 ده تقابل بالرأس. طيب فضل الدور على 3، زاوية 3 هتساوي زاوية ايه؟ زاوية 1 بالتقابل بالرأس، تساوي قياس زاوية الواحد اللي انت جبتها اللي هي كانت 58 بالتقابل بالرأس برضه. طيب زاوية 4، زاوية 4 زي زاوية 3 بالتبادل، زاوية 4 و3 وضع تبادل، بتساوي زاوية 4 زي 3 58 تبادل، تبادل داخلي، قلت تبادل داخلي، تبادل داخلي، ماشي، تبادل داخليا. طب زاوية 5، زاوية 5 ده شايفها زي 122 ورقة تناظر، زاوية 5 بتساوي 122 درجة تناظر. زاوية 6، زاوية 6 هتساوي زاوية 3 ووضع تناظر، يعني زاوية 6 بتساوي زاوية 3 وضع تناظر، يعني تبقى قياسها ب 58. يبقى زاوية 6 هتساوي قياس زاوية 3 تناظر. طب هي كانت بكام؟ 58، تمام؟ أو تقول له زاوية 6 بتساوي زاوية 1 تبادل خارجي. طيب زاوية 7 هتساوي زاوية 122 تبادل خارجي، أقول له تبادل إيه؟ خارجية. السؤال اللي بعده برضه نفس الفكرة يا أولاد، الحلم مشاطة بقى، يعني إيه؟ اكتب معايا هنا زاوية 1 بتساوي زاوية 50 ووضع تناظر، يعني 1 تبقى ب 50 وزاوية 5 زيها بالتقابل بالرأس تبقى 50، وزاوية 2 هتبقى 180 ناقص 50 وضع تداخل. خد بالك معايا من حاجة مهمة، يعني أنت عندك في مستقيم A بيوازي B و C بيوازي D، فالاتنين تكمل ال 150، يعني زاوية 2 ب 130 درجة، زاوية 3 برضه هتبقى ب 130 درجة لأن 2 و3 وضع تناظر، زاوية 4 هتبقى بتساوي زاوية 2 وضع تبادل 130، زاوية 5 بتساوي 50 درجة وضع تبادل مع الزاوية 50، زاوية 6، زاوية 6 هتبقى 50 درجة وضع تبادل مع ال 50 اللي هنا، زاوية 7، 7 هتساوي زاوية ممكن تقول 180 ناقص 50، 180 ناقص 50 ب 130، يعني زاوية 7 130 درجة، أو المتجاورتان متكاملتان مع اللي جنبها.
زاوية 8 بتساوي 50 درجة بالتقارب بالرأس مع الأباء. تمام، تعال نشوف بقية المسائل. هنا في الشكل المقابل رقم 3، في كل من الأشكال الآتية عندي N بيوازي M والكي قاطع العام، اوجد قياسات الزوايا المشار إليها بعلامة استفهام مع طبعا توضيح السبب يا أولاد. هنا يا أولاد زاوية العلامة الاستفهام دي تبقى 63 درجة. طيب وضع إيه ده؟ ده تبادل خارجي. طب هنا 70 وعايز الزاوية اللي هنا، طبعا في تقابل بالرأس موجود معايا أهو، هنا 70 تبقى الزاوية هنا 70 بالتقابل بالرأس، أقدر أجيب بقى الزاوية لعلامة استفهام تبقى 110 درجة. الزاوية هنا تبقى بكام؟ ب 110 درجة هتكمل ال70. الزاوية اللي هنا برضه أقول 180 ناقص 64 هيعطيني 116 درجة، يبقى الزاوية هنا ب 116 ضغط التداخل لأن الـ M بيوازي الـ N والكي قاطع العام. السؤال اللي بعده، هنا عايز أجيب الزاوية اللي عليها علامة استفهام. الزاوية اللي عليها علامة استفهام دي بتساوي 32 زائد 32، وضع تبادل يعني الزاوية اللي هنا زي الزاوية دي كلها، في منصف يبقى 32 أجمع عليه 32 يديني كام؟ 64. يبقى الزاوية اللي هو عايزها قياسها كام؟ ب 64 درجة. طيب هنا عشان أجيب الزاوية الناقصة أنا عندي زوايا متجمعة حول نقطة، أجيب الزاوية الناقصة اللي هنا الأول وبعدين عشان أجيب كي أنقص الزاوية طلعت من 180، لأن الزاويتين دول داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع المتكاملتين. يبقى أنا هجيب الزاوية اللي هنا الأول عن طريق الزوايا المتجمعة حول نقطة، في زاوية كانت ب 90 وزاوية 130 وأنا عايز أجيب الزاوية اللي هنا، يقول لي 360 ناقص 90 زائد 130 يعني 360 ناقص، هجمع 0 و0 و0 3 و9 12 2 يطلع بالواحد، يعني تبقى ايه؟ 140 درجة. بعد كده اجيب الكي اقول له 180 ناقص 140 تطلع 40 درجة، لان الزاويتين اللي عندي داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين. طب شكل 6 عندي برضو في توازي اهو، وعندي هنا مثلث، هنا كي، هنا الزاوية 128 درجة، وأنا عندي زاويتين دول زي بعض يا ولاد، فأنت لو جبت زاوية كي تبقى الزاوية إن زيها. طب هتجيب الكي إزاي؟ في وضع تداخل، ده بيوازي مع بعض وده قاطع، يبقى قياس زاوية كي المجهر بتاعها أقول 180 ناقص الزاوية 128. طيب 180 ناقص 128 تبقى 52، تمام؟ فالزاوية دي زيها فيبقى الـ N برضه هو اللي قال لك الاتنين زي بعض، يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ ب 52 درجة. السؤال رقم 4، رقم 1 هنا بيقول لي اوجد قيمة X في كل مما يأتي. عندي هنا الشعاع EB بيوازي الشعاع CD وهنا الاي، وهنا الزاوية كانت 110، عايز اجيب الاكس، ده وضع تناظر يا ولاد، يعني الاكس هتساوي 110 درجة، وضع تناظر. سؤال رقم 2، عندي الاكس تبقى 50 درجة وضع تبادل. السؤال اللي بعده 3، هنا 65 زاوية اكس تبقى زيها 65 درجة، ده عبارة عن ايه؟ عن تبادل خارجي. يبقى نكتب هنا 65 درجة، حاجات بسيطة وسهلة. السؤال اللي بعده إن شاء الله ده يبقى سهل، رقم 4، هنا الـ X هتبقى 120 درجة لأنها هتكمل الـ 60، دول زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من قاطع متكاملتين. السؤال اللي بعده رقم 5، هنا الـ 2 X تساوي 80 وضع تناظر، يبقى الـ X تبقى 80 على الـ 2 فهي 40 درجة. السؤال اللي بعده رقم 6، هنا عايز أجيب قيمة الاكس، هنا 70 شايفها، تبقى الزاوية اللي عندك اللي فوق هنا هتبقى عندك 70 وضع تناظر اللي هي اللي فوق دي، وانا عايز اجيب الزاوية الموجودة دي. طب اجيبها ازاي؟ ممكن في كذا طريقة للحل. بص كده يا حبيبي، سؤال 6 هشرحه لك هنا. انا عندي هنا في توازي اهو، 6 في عندي مستقيمين بيوازوا بعض وفي قاطع وفي مستقيم هنا، هنا الزاوية كانت 2 اكس وهنا ايه؟ 3x، وهنا زاوية كام؟ كانت 70، تمام؟ طيب الزاويتين ده هم بيساوي الزاوية اللي هنا،
وضع ايه؟ وضع تناظر. يبقى انت لو جبت الزاويه اللي هنا تبقى 2 اكس زائد 3 اكس اللي هي 5 اكس كلها بتساوي الزاويه اللي هنا 110، لان الزاويه دي متجاوره مع اللي جنبها، اتنين متجاورتين متكاملتين. يعني هتقول له والله ال 5 اكس ده عباره عن 110، يبقى الاكس بتساوي هتقسم 110 على ال 5، 11 على 5 فال 2 وبقى 1، هيطلع 22. يعني سؤال 6، الزاويه دقمه اكس ب 22. السؤال اللي بعد رقم 7، عايز اجيب برضو قيمة اكس. في عندي هنا تقابل بالرأس يا ولاد، بس معايا كده هنا المستقيم اهو، وجاب مستقيم تاني كده غير مش بيوازيه خالص، وجاب مستقيم تاني بيوازيه هنا، فانت عينك على بيوازوا بعض. الزاوية هنا ب 25 تبقى الزاوية اللي هنا زيها 25 درجة، ده تناظر. وقال لك الزاوية اللي هنا زي الزاوية اللي هنا تبقى دي زيها ب 25 درجة، يعني الزاوية دي كلها تبقى 50 درجة، يبقى ده تقابل بالرأس. الزاوية اللي هنا اللي هي 50 تبقى دي زيها بكام؟ 50 درجة. يبقى الزاوية الأول دي 25 زي الزاوية 25 ولا تناظر. وقال لك إن هنا منصف، يبقى هنا 25 زي 25، يبقى كل الزاوية دي ب 50، يبقى الزاوية دي كلها ب 50 درجة. يبقى سؤال 7، الإكس قيمتها ب 50 درجة. السؤال اللي بعده رقم 8، عندي هنا برضو نفس الفكرة، في شعاعين بيوازوا بعض عندهم، نرسم المنظر ده كده، ولازم شعاع كده بيوازي القاعدة، يعني عندك سي دي بيوازي البي اي، هنا الزاوية كانت 120 درجة، وهنا شعاع قسم زاوية 40 وزاوية اكس. بص يا حبيبي، الزاوية دي 120 اهي، شايفها الزاوية دي زيها، ده زاوية، وضع ايه ده؟ فين 120 اللي زيها؟ 120 اللي هنا اهي، الزاوية دي زيها، ده اسمه وضع تبادل. ركز معايا كده، يبقى هنا 120 تبقى دي زيها بكام؟ 120، وضع تبادل. يبقى الزاوية اللي فوق دي هتكملها، لأن دي كلها زاوية مستقيمة، دي كلها 180، شايفين؟ يبقى عندك اكس زائد 40 زائد 120 كلهم هيبقى ايه؟ مكملة ال 120، هتبقى 60 درجة يعني، لأن دي 120، يبقى 120 نزود عليها 60، ده كلها تبقى 60 لحد هنا، لحد هنا ب 60. ال 60 مقسومة لنصين، اكس زائد 40، اكس زائد 40 زائد 120 بيساوي 180، يبقى اكس زائد 40 ب 160. دي يا ولاد الزاوية 120، يبقى اللي جنبها دي بتكملها، دي كلها ب 60. ال 60 دي متقسمة لجزئين ب 40 درجة واكس، فالاكس يبقى ب 20، بس هو عايز الاكس، الاكس يبقى 20. لسؤال رقم 8، سؤال 9، عندي هنا وضع تبادل مستقيمين بيوازوا بعض في قاطع ليهم، يعني الزاوية اللي هنا زي اللي هنا، يعني 5x زائد 15 تساوي 9x ناقص 5، 5x نطرحها من 9x تبقى 4x، والسالب 5 تتجمع مع 15 تروح بعكس الإشارة تبقى 20، يعني 20 على 4 فيها إيه؟ فيها 5. السؤال اللي بعده رقم 10، هنا في وضع تداخل، يعني المجموعتين الزاويتين عندك دول مجموعة 180 درجة، زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان. المسائل دي نحلها في كتاب المدرسة، وده هتلاقي البرهان يعني شرح المسائل عليها علامة الكتاب، دي مشروح كتاب المدرسة كله بفضل الله يعني. في المسائل اللي على علامة الكتاب هتلاقي البرهان بتاعها موجود في كتاب المدرسة، لو انت حابب تشوف خطوات الحل ايه. اول ما بشرح ممكن تكتب ورايا عشان تعود برهان، بما ان المستقيم اي بي يوازي دي سي، والاي بي اي دي قاطع لهما، اذا قياس زاويه اي زائد قياس زاويه دي 180 درجه داخلتان وفي جهه واحده من القاطع متكاملتان. لكن السؤال اللي معانا ماهوش طالب برهان، هو طالب بس الحل مباشره، فانا بشرح لك وانا بكتب. يبقى الزاويتين اللي عندك ده هم هيكون مجموعهم 180 درجه، يبقى 3 اكس 15 و75 يبقى 90 تساوي 180، يبقى 3 اكس بتساوي، انا عدي 90 اطرحها من 180 يبقى 90 نقسم على 3 يبقى الاكس بتساوي 30 درجة. الاكس قيمتها ب 30 درجة لسؤال 10. سؤال 11، عندي شعاعين بيوازوا بعض وفي منصف، هنا اكس وهنا اكس وهنا 3 اكس زائد 10،
خد بالك المستقيمين دول بوظوا بعض، يبقى الزاويتين دول مجموعهم 280 درجة، الزاوية دي كلها ودي كلها داخلتان وفي جهة واحدة من القطع متكاملتين، يبقى تقول له 3 اكس زائد ال10 زائد الاكس زائد الاكس، يعني الزاويتين دول كلهم مجموعهم كام؟ 180. يبقى 3 اكس و2 اكس يعني 5 اكس زائد ال10 ب180، يعني 180 ناقص 10 ب170، هنقسم ال 170 على 5، يبقى اكس بيساوي 17 على 5 فيها 3 وتبقى 2، 20 على 5 فيها 4، يطلع معايا الناتج ب 34 درجة، ده قيمة مين؟ الاكس. ده سؤال 11. سؤال 12، هنا عندي مستقيمين بيوازوا بعض وهنا قاطع ليهم، الزاوية اللي هنا زي الزاوية اللي هنا، هنا الزاوية كانت 3 اكس زائد 40 والزاوية هنا كانت 2 اكس زائد 70، الزاويتين دول زي بعض، هتقول له والله لان ده وضع ايه ولاد تبادل خارجي، المستقيم بيوازي المستقيم، ده تبادل خارجي، مفهوم؟ يبقى انت عندك 3 اكس زائد 40 بتساوي 2 اكس زائد 70، انا عدل 2 اكس من 3 اكس طرح تبقى اكس، وال 40 دول طرح من 70 تبقى كام؟ تبقى 30، يبقى الاكس بتساوي 30 درجة. السؤال اللي بعده رقم 5، الشكل المقابل اوجد بالبرهان قيمة اكس. هنا بقى طلب منك تحل بالبرهان المسألة اللي معانا أو مسائل مجموعة المسائل اللي هناخدها. طب هتحل البرهان ازاي يا ولاد؟ تذكر التوازي والقاطع ليهم، لأن دي تذكر وضع تبادل مثلا. يعني أنت هنا لما تيجي تحل المسألة بص معايا هنا كده الرسمة، تقول بما أن الشعاع اي بي بيوازي سي دي، أو تقول له بما أن المستقيم اي بي يوازي الشعاع سي دي واي سي قاطع لهما، الاي سي ده قاطع لهما، اذا قياس زاوية الاي تساوي قياس زاوية اي سي دي تساوي 40 درجة، وضع تبادل، يبقى انت عندك 40 درجة اللي هنا وضع تبادل الزاوية اللي فوق، تمام؟ انت عايز بقى تجيب مين؟ اكس كلها، يعني زاوية سي كلها، طب ما انت لازم تجيب برضو الزاوية اللي هنا وضع تبادل اللي هو 55، تقول له برضه نفس الكلام بما ان الشعاع سي دي بيوازي الشعاع اي اف، وعندك السي اي المستقيم ده قاطع لهما، ده قاطع، طالما هو قاطع لهما يبقى هتستنتج ان الزاوية القياس بتاعها هي الاي، زاوية اي دي شايفها مع زاوية دي سي اي الاثنين مجموعهم بكام؟ الزاويتين بيساووا بعض يا ولاد، يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ 55 درجة وضع تبادل. تاني كده يبقى الزاوية اللي هنا والزاوية اللي هنا الاثنين 55 كل واحدة فيهم وضع تبادل. وبالتالي تقدر تجيب بقى قيمة إكس. يبقى الإكس هتساوي هتجمع ال 55 مع ال 40 يعني يديني ناتج 95 درجة. يبقى هنا كان تبادل داخلي وهنا برضه التبادل ايه؟ داخليا، لازم تذكر نوع التبادل ايه، داخلي ولا خارجي يعني. ده البرهان يا ولاد سهل جدا. المسألة رقم 2 برضه عايزين نكتبها بالبرهان. رقم 2، أنا عايز أجيب قيمة إكس بالبرهان. في عندي هنا توازي، جيب مستقيم كده يوازي المستقيم اللي تحت ده، يعني الزاوية اللي هنا زي اللي هنا تبادل. نفس المستقيم ده وازي ده، يعني دي زي دي برضه تبادل. يبقى عندك أول حاجة الإي سي كان بيوازي، يبقى هكتب لك البرهان بتاع رقم 2، تقول بما أن الشعاع إي سي بيوازي القطعة دي بي، الاتنين بيوازوا بعض، وعندي الإي بي مستقيم قاطع لهم، المستقيم إي بي ده قاطع لهم، يبقى أنت هتستنتج إن قياس زاوية إيه يساوي قياس زاوية بي بتساوي كام درجة؟ 51 درجة، ده وضع ايه؟ تبادل داخليا. بعد كده نفس الكلام تقول له والله الاي بي ده كم بيوازي الدي اي؟ بما ان الاي بي بيوازي الشعاع دي اي، وعند الدي بي
مستقيم بقى اللي هو دي بي ده قاطع لهما، قاطع لهما، يبقى الزاويتين زي بعض ولا تبادل، يعني قياس زاوية دي هتساوي الإكس هتساوي 51 درجة تبادل داخليا، ده تبادل داخلي بس. يبقى انت جبت قيمة الإكس 51 درجة. رقم 3 أسئلة جت في كتاب المدرسة. هنا يا أولاد أنا عايز أجيب قيمة الإكس في المسألة. طب أنت عندك 3 زوايا متجمعين حول نقطة، يبقى تقدر تجيب زاوية إي سي دي اللي عندك، تقول 360 ناقص مجموع الزاويتين. هتقول بما أن قياس زاوية دي سي إي تساوي 360 ناقص 90 زائد 120، ب 360 ناقص هجمعهم 9 و2 11 واطلع بالواحد، يعني 360 ناقص 210 يعني يطلع الزاوية ب 150 درجة. ترجع تقول له بقى بما ان ال دي سي او السي دي شعاع، بما ان السي دي شعاع بيوازي الشعاع اي بي، الاتنين بيوازوا بعض، وعندك الاي سي مستقيم اي سي قاطع لهما، الاي سي ده قطعهم، يعني عندك وضع تداخل. تقول له قياس زاوية دي سي اي زائد قياس زاوية ايه ب 180 درجة، الزاويتين اللي عندي دول داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين. يقولوا داخل زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى يا أولاد لازم تكتب السبب، قالوا داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يعني تقدر تجيب الزاوية بقى اللي هي 2x، هتقول له 180 ناقص الزاوية اللي انت جبتها اللي هي 150 تطلع ب 30، يعني الاكس تبقى 30 على الاتنين فرق 15، يبقى الاكس قيمتها ب 15 درجة. تعال نشوف السؤال اللي بعده رقم 4. وضح معايا المسألة، شايف الشكل ده وعايز اكس اللي هنا، طب توصل لها ازاي؟ ال 35 دي هنا 35 زيها تبادل داخلي، وهنا 35 زيها، تقدر تجيب الاكس بقى تقول 180 ناقص 35، لان النقطتين دول معناهم ده منصف يا اولاد بيقسمها الزاويتين زي بعض. تعالى يا حبيبي نكتب البرهان لمسألة رقم 4. بص اول حاجه هتقول له بما ان الشعاع اي بي، عينك معايا كده وانا بكتب، الاي بي بيوازي الشعاع سي دي، تمام، وعندي المستقيم سي اي قاطع لهما، اذا قياس زاويه اي سي دي اهي اللي هنا بتساوي قياس زاويه ايه بتساوي 35 درجه، اقول له تبادل داخلي، تبادل داخلي الزاويه دي زيها ب 35. ترجع تقول له بما ان الشعاع سي دي ينصف، بما ان الشعاع سي دي بينصف زاويه سي، اذا الشعاع سي دي بينصف زاوية سي، إذن قياس زاوية دي سي اي، دي سي اي تساوي قياس زاوية اهي دي سي اي، الاتنين زي بعض كل واحدة بكام؟ ب 35 درجة. تعالى بقى ناخد التوازي التاني، تقول بما ان في توازي تاني اهو اللي هو السي دي شعاع كان بيوازي شعاع اللي هو اي اف، والسي اي ده قاطع لهم، يبقى انت تقدر تقول له ايه؟ ان الاكس زائد ال 35 ب 180 درجه، دول داخلتان وفي جهه واحده من القاطع، يعني الاكس زائد الزاويه 35 هتبقى ب 180، يعني الاكس هتبقى ب 145 درجة اللي هي 180 ناقص 35، ماشي، يبقى تقول له اكس، الاكس قيمتها هتطلع بكام؟ 145 درجة. مفهوم مسألة رقم 4. سؤال 5، هقول
عايز اجيب هنا قيمة الاكس ولا التمرين ده مشهور بيجي كتير من منهج اي مكان زمان كان بيجي كتير مسائل دي في الامتحان. طيب بص معايا، هي سهلة ماهيش صعبة برضو. فكرتها ان انت هتجيب زاوية سي اللي هنا بكام وتجيب زاوية سي اللي تحت دي بكام وتجمعهم الاتنين وتنقصهم 360 عشان تجيب الاكس اللي هنا. طب نجيب دي ازاي؟ عن طريق وضع التبادل، هنا 60 تبقى هنا 120، وضع التداخل وهنا 35 تبقى هنا 145، تجمع بقى 120 مع 145 وتروحهم 360 تجيب الزاوية اللي هنا. لكن هو طالب برهان طبعا، فانا هكتب لك برهان فحاول تنتبه. اول حاجة، بما ان الشعاع AB بيوازي الشعاع CD، وعندي هنا ال AC ده كان قاطع لهم، يبقى تستنتج ان مقياس زاوية ACD زائد مقياس زاوية A ب 120 درجة، وتقول له هما داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يعني الاتنين مجموعهم 180 درجة، يبقى قياس زاوية ACD هتساوي 180 ناقص 60 ب 120 درجة. الزاوية طلعت ب 120 درجة. نفس الكلام تقول بما أن الشعاع اللي هو CD بيوازي الشعاع EF، وعندك CE ده شايفينه قاطع لهما، ده قاطع، طالما قطع يا أولاد يبقى هستنتج مقياس زاوية E زائد قياس زاوية DCE الاتنين مجموعهم كام؟ 180 درجة، داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع. إذا كمل معايا بقى كتابة. إذا قياس زاوية DCE هتقول 180 ناقص 35 ب 145 درجة، خلاص. بعد كده تقول بما أن قياس زاوية ACE، ثلاث زوايا ده هم يا ولاد متجمعين حول نقطة اللي هي الإكس، يعني كانت الزاوية اللي جنبها اللي هي جبناها 120، ده دي الزاوية اللي جبناها هنا ب 145، كلهم 360 درجة، يبقى الإكس زائد هتشيل دي وتكتب اكس، 120 زائد 145 تبقى 5 و4 6 1 1 2، كل ده بيساوي كام؟ 360. يبقى هنا 10 ناقص 5 ب 5، و15 ناقص 6 ب 9، يبقى انت جبت قيمة الاكس بكام؟ 95 درجة. السؤال اللي بعده رقم 6، هنا عايز اجيب قيمة اكس. طبعا يا ولاد زاوية اللي هي بي 80 تقدر ان انت تجيب زاوية سي ب 100 درجة تكملها، يعني لان دول داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان. يبقى السؤال رقم 6، انا عندي هنا رسمة بالمنظر ده، شايفين كده؟ هنا البي اي وهنا السي دي، من الاي اف هنا الاكس، وهنا الزاوية كانت 80. دول بيوازوا بعض التلاتة هم يا ولاد. أول حاجة نقول له بما أن البي إيه توازي الدي سي، برهان بما أن الشعاع بي إيه بيوازي القطعة سي دي، وعندي بي سي قاطع لها، البي سي كان قاطع، يبقى قياس زاوية سي زائد قياس زاوية دي الاتنين ب 180 درجة. بين قوسين تقول له داخلتان، لازم تكتب التفاصيل بتاعت حل المسألة عشان البرهان تاخد درجة كاملة، تقول له داخلتان وفي، محدش يستسهل في البرهان يا ولاد، لازم تكتب إجابة كاملة في البرهان عشان تاخد درجة كاملة وما إيه ما تنقصش، لأن اللي بيصحح بيعمل على النظريات والكلام ده كله. تقول داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى أنت عندك زاوية سي هتبقى القياس بتاعها 180 ناقص 80 تبقى 100 درجة. بعد كده تقول له شوف، خد بالك زاوية سي بقى هتبقى زي زاوية دي برضه وضع تبادل. ليه؟ لأن في توازي جديد اللي هو السي بي ده
كان بيوازي، شايف المستقيم او القطعه سي بي توازي القطعه دي اي. وعندي هنا الدي سي بقى هو القاطع يا ولاد، دلوقتي الدي سي قاطع ليهم، الدي سي قاطع لهما. يبقى قياس زاوية دي بتساوي قياس زاوية سي بتساوي 100 درجة. وضع ايه؟ اقول تبادل داخليا. يبقى احنا وصلنا ان الدي تبادل داخلي. طب تبادل داخلي يعني تطلع بكام درجة؟ ب 100 درجة، ماشي. طب الدي والاي دولت وضع تداخل. والوتين بما ان الدي سي بتوازي الشعاع اي اف، وعندي المستقيم دي اي قاطع لهم، اذا الدي القياس بتاعها قياس زاوية دي زائد قياس زاوية اي ب 180 درجة. اقول له ايه؟ داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع. يبقى قياس زاوية دي اللي هي اكس هتبقى ب 180 ناقص 100 اللي احنا جبناها، ما هي دي 100 دي 100، ده تبادل داخلي. فهنا هتطلع كام؟ ب 80 درجة. يبقى الحل بتاعك قيمة الاكس تطلع ب 80 درجة. تعال نشوف اللي بعده يا أولاد، المسألة اللي بعدها. لكل من الأشكال الآتية هل بي توازي كيو أم لا؟ لازم يا أولاد عشان أثبت إن في توازي يعني لازم أثبت إن في زاويتين وضع تبادل أو زاويتين وضع تناظر أو كده. بقول لك لا، يعني ممكن برضو ما يبقوش الاتنين إيه؟ ما يبقوش الاتنين بيوازوا بعض، أو يعني ممكن ما يسموش بعض، يعني نعم أو لا يعني. فأنت عشان تحلها أول حاجة بتجيب الزاوية المكملة، يعني المسألة اللي هي رقم واحد دي أنت عايز تشوف هل فعلا المستقيمين دول بيوازوا بعض ولا لا، اللي هو البي وكيو. تعمل إيه؟ تجيب الزاوية اللي هنا الأول اللي هي الزاوية اللي جنبها دي هتكملها، يعني تقول 180 ناقص 75 تديك كام؟ قول 10 ناقص 5، 10 ناقص 7 ب 3، و7 ناقص 5 ب 2 وننزل 1، طلعت 123 درجة. في حين إن الزاوية هنا ب 122 درجة، ده لو كانت زيها كان يبقى تبادل إيه؟ يبقى تبادل خارجي، لكن ما هيش زيها. يبقى اقول الزاويتان اللتان في وضع تبادل خارجي غير متساويتان. يبقى اقول هنا البي لا توازي، بقول هنا لا، لان الزاويتان اللتان في وضع الوضع اللي عندي اللي هو التبادل الخارجي، يعني الزاويه اللي هنا دي والزاويه اللي هنا اسمه تبادل خارجي، اقول غير متساويتان، متساويتان في القياس، غير متساويتان في القياس. السؤال رقم 2 هنا، لو انا جمعت الزاويتين ولقيتهم 180 يبقى هما داخلتين وفي جهه واحده من قطع متكاملتين. يبقى اقول له نعم. ليه؟ لان لما اجمع الزاويتين الاولى كانت 100 80 ناقص اكس والزاويه الثانيه اكس هيطلع الناتج بكام؟ ب 180. يبقى اقول له نعم، لان داخلتان وفي جهه واحده من القاطع متكاملتين. السؤال اللي بعده بقى هنا 7، بيقول لي في الشكل المقابل اوجد بالبرهان زاويه A E C. الشكل ده انا عايز اجيب زاويه A E C. طيب بص يا حبايبي، المساله دي حلينا زيها من شويه. انت عشان تجيب زاويه اللي عندك اللي هي الاي اي سي هتجيبها جزئين، تجيب الجزء اللي هنا ب 42 وضع تبادل، والجزء اللي هنا 180 ناقص 17 وضع تداخل، وتجمعهم على بعض. تمام. يبقى اول حاجه لما تيجي تحل المساله اللي معاك دي، بص يا حبيبي كده، اول حاجه تقول بما ان الشعاع اي بي بيوازي الشعاع اي اف، ماشي، الشعاع ده بيوازي ده، وعندك الاي اي قاطع لهما. بتقول له هنا الاي اي المستقيم ده قاطع لهما، اذا قياس زاويه اي اي اف تساوي قياس زاويه اي بتساوي 42 درجه وضع تبادل. يبقى انت عندك نوع تبادل الزاويه 42 درجه زيها. ترجع بقى تاخد التوازي اللي تحت، تمام، لانه قال لك معطى، قال لك في المساله شايف المعطى اهو موجود، قال لك ان الاي اف بتوازي دي سي. تكمل تقول بما ان الشعاع اي اف، يعني مش لازم المعطيات كلها تيجي على الرسمه، هو ممكن كاتبها لك، يعني هو كاتب لك ان الاي اف بتوازي دي سي، خلاص، عشان لو ما لقيناش على الرسمه تبص
وتقرأ كويس المعطى. الدي سي بتوازي الاف، وعندي هنا سي اي مستقيم كان قاطع لهما، ده قاطع يا ولاد، يبقى هو قاطع ليهم، يعني هستنتج المقياس زاوية اف اي سي زاوية لها زائد قياس زاوية سي الاتنين 180 درجة داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى أقدر أجيب زاوية سي ولا زاوية ده اف اي سي اف اي سي قياس زاوية اللي هي اللي هنا دي، شايفينها اف اي سي الزاوية دي تقول 180 ناقص 117، 180 ناقص 117 تطلع 36 63 درجة. يبقى انت جبت الزاوية اللي عندك جزئين، الزاوية اللي فوق كانت 42 هنا وهنا ايه 63، تجمعهم مع بعض بقى تقول اذا قياس زاوية AEC هتساوي 42 زائد 63، هجمع 3 و2 5 و6 و4 10 تبقى 105 درجة. السؤال اللي بعده، رقم 8 في الشكل المقابل بيقول لي اثبت ان في توازي بين الاي بي شع اي بي والدي سي. بص يا حبيبي، انت عايز تثبت ان الاي بي ده بيوازي الدي سي، فانت لو اثبتت ان زاويه دي وزاويه بي اي دي الصغيره ده الاثنين مجموعهم 180 درجه يبقى في توازي، لان دول زاويتين داخلتين وفي جهه واحده من القاطع. دي طريقه. طب احنا هنعملها ازاي يا حبيبي؟ هنستفيد الاول من التوازي اللي عندك. بص يا ابني، استفيد من النقطة الأول إن الإف الإف ده بيوازي الإي بي، وعندك الإي إيه قاطع لهما، يعني نقول له بما أن الإي إف شعاع بيوازي الإي بي شعاع، دول بيوازوا بعض، تمام؟ وعندك الإي إيه قطعة مستقيمة أو مستقيم إي إيه قاطع لهما، ده قطع ليهم. يبقى قياس زاوية E كلها تساوي زاوية A كلها، اللي هي كلها الـ A كلها هتساوي الـ A 115 درجة. يبقى أنت تقدر تجيب مين؟ الزاوية الصغيرة اللي هنا اللي هي الـ BAD. إذا قياس زاوية BAD هتقول له 115 ناقص 35 يبقى 11 ناقص 3 ب 8 يعني 80 درجة. تمام؟ انت جبت الزاويه اللي جوه دي ب 80، لو انت لاحظت الدي 100 لو جمعتها على 80 تبقى 180، تقول له بما ان قياس زاويه دي زاويه قياس زاويه دي اي بي الاثنين 100 زائد ال 80 ب 180 درجه، اقول له داخلتان وفي جهه واحده من القاطع ومتكاملتين كمان. طالما هما داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع ومتكاملتين، يبقى هتستنتج إن الدي سي بيوازي، أو إذا الدي سي شعاع هيوازي اي بي شعاع. كده أنت أثبت المسألة، وأنت أثبت إن في توازي لأن عندك زاويتين في وضع تداخل. السؤال اللي بعده جه في كتاب المدرسة، هنا يا أولاد المسألة بيقول لي اوجد قيمة إكس. يا ريت تشوف فيديو كتاب المدرسة الأول قبل الفيديو ده، هتستفيد أكتر وأكتر وهتكون متمكن في المسائل أكتر وأكتر إن شاء الله يعني، تمام؟ هنا بص يا حبيبي، في وضع تبادل أهو، أعمل خط كده مايل وخط هنا كده إيه مايل زي يوازيه يعني. كده اللي هي الطرق يعني، فالزاويه اللي هنا زي الزاويه اللي هنا دي تبادل داخلي. الزاويه هنا كانت 3 واي، يبقى 3 واي تساوي الزاويه اللي هنا اللي هي كام؟ 87، ده وضع تبادل داخلي. يبقى هتجيب قيمه الواي تقول 87 على 3
8 على 3 في ال2 وبقى 2، 27 على 3 في ال9 يبقى الواجب 29. طب الزاوية اللي هنا بتساوي الزاوية اللي هنا. الزاوية اللي هنا كانت بكام؟ ب 93، والزاوية اللي هنا كانت x زائد 3y. عوض بقى مكان الواي ب 29، يبقى x زائد 3 في 29. يبقى انت شلت الواي ده وكتبت القيمة بتاعتها، يبقى 93 بتساوي x زائد اول 3 في 9 27، 7 معايا 2، 2 في 3 ب 6 و2 8. يبقى x بتساوي 93 ناقص 87 13، او تقول 93 ناقص 87 ب 6. يبقى الاكس عندك هتبقى بكام؟ ب 6. فهمت كده حبيبي؟ خلاص ولادي فهمته. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا المسألة دي في كتاب المدرسة برضه، بيقول لي هنا مسألة عن الرياضة، تجري تجرى بعض سباقات تجديف في نهر النيل، فإذا كان في لحظة معينة زاوية 2 موجودة وزاوية 1 موجودة، بيقول لي فهل عند الإكس بيساوي 23 يكون المجدفان بالجانب الأيسر متوازيين ولا لأ؟ يعني هل هما هيوازوا بعض ولا لأ؟ لو أنت جبت زاوية 1 وزاوية 2 وقلتهم زي بعض هيبقى ده وضع تناظر، يعني بالتالي المجدفين هيوازوا بعض. يبقى انت هتعوض في زاوية 1 وتعوض في زاوية 2 عندما الاكس بتساوي كام؟ 23. هو اللي قال لك لما الاكس تبقى 23 هل زاوية 1 وزاوية 2 زي بعض ولا لا؟ طيب هي زاوية 1 كانت 2x ناقص 6، يبقى ما تعوض 2 في 23 ب 46، 46 ناقص 6 تبقى ب 40 درجة، ده المطلوب الأول. زاوية 2 كانت 3x ناقص 29، يعني هتعوض على اكس ب 23، 3 في 3 ب 9 و3 في 2 ب 6 تطلع برضه ب 40 درجة، يبقى طلعوا زي بعض. يعني هتلاحظ ان زاوية 1 بتساوي زاوية 2 بتساوي 40 درجة، وضع دول هما في وضع تناظر. طب هما في وضع تناظر، تقول إذا نعم المجدفان بالجانب الأيسر متوازيان، بالجانب الأيسر مالهم متوازيان بيوزوا بعض. تفكير إبداعي مسائل، يعني تفكير إبداعي رقم 11. هنا هنزين قيمة الإكس. بص يا حبيبي هنا نحلها مباشرة، ماهوش طالب مني يعني برهان في المسألة، فهنحلها حل مباشر. إيه هو الحل المباشر يا ولاد؟ بص يا حبيبي كده دول بيوزوا بعض أهم، شايفهم؟ ودي إكس، فأنت هتعمل عمل كده، تعمل مستقيم يوازي المستقيمين اللي فوق اللي بيوزوا بعض، تمام كده؟ فالزاوية هنا 35 تبقى الزاوية هنا إيه؟ 35 زيها وضع تناظر، والزاوية هنا 65 تبقى دي زيها برضه 65 مرة تناظر. يبقى الإكس اللي هي ده كلها عبارة عن 35 زائد إيه؟ 65، 5 و5 10، صفر واطلع بالواحد، 7 و3 10 تبقى 100 درجة. دي فكرتها يعني. طيب السؤال التاني تفكير إبداعي برضه، عايز إكس، نفس الفكرة. هعمل نفس الفكرة اللي إحنا حليناها يا حبايبي، هعمل عمل يعني الزاوية دي كلها سماها ايه؟ اعمل يعني عمل مستقيم هنا بيوازي المستقيمين. الزاوية هنا كانت 105، اقدر اجيب المكملة ليها هنا 180 ناقص 105 ب 75، والزاوية هنا 115 اللي بتكملها ب 65. فعشان نجيب اكس هتقوم جامع ال 75 زائد ال 65، 5 و5 10، 7 و7 14، يعني 140 درجة. دي قيمة ايه؟ الاكس. السؤال اللي بعده رقم 3، هنا عايز اكس برضو نفس الفكرة، هنعمل عمل مستقيم كده نرسمه يوازي المستقيم اللي فوق ويوازي في نفس الوقت المستقيم اللي تحت، لأن هم أصلا متوازيين يا ولاد، وقال لك المستقيمين دول بيوازوا بعض، يعني المستقيم اللي فوق ده بيوازي المستقيم اللي تحت، وأنت عملت عمل المستقيم ده بيوازيهم يعني، تمام؟ فالزاوية اللي هنا 25 تبقى الزاوية دي زيها 25 ورا تبادل داخلي، وهنا 20 تبقى 20 تبادل داخلي، يبقى الإكس كلها هتقول 25 زائد 20 بيساوي كام؟ 45 درجة، بس أنت جبت الإكس ب 45 درجة. السؤال اللي بعده رقم 4، عايز أجيب قيمة الإكس، مسائل تفكير إبداعي برضو. بص يا حبيبي هنا رسم حاجة بالمنظر ده، دي جت في كتاب المدرسة، الزاوية هنا ب 95 درجة.
تمام. طب دي اتعمل ازاي يا اولاد؟ يعني عايز تركيز بس شويه. دي 70 تبقى اللي قبالها هنا ب 70 بتفوق الراس. هنا الزاويه كانت 95، لو انت كملت الزاويه المستقيمه كده تقدر تجيب الزاويه اللي هنا، ما هما الاثنين دول مجموعهم 180. او تقول ان الزاويه دي زاويه خارجه عن المثلث بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين عدد المجاوره لها. يبقى 95 هتشيل منها ال 70 تديك الزاويه هنا في المثلث اللي جوه، لان انت كملت مثلث. يبقى 95 مع ال 70 ب 25 درجه. يبقى الزاويه اللي هنا زي الزاويه اللي هنا 25، ده وضع تبادل. طب دي 25 تقدر بقى انت تجيب الاكس اللي بتكملها هنا، لان كل دي زاويه مستقيمه، شايفها دي زاويه مستقيمه اهي. الزاويه المستقيمه دي قسم 180. يبقى عشان تجيب الاكس تقول 180 ناقص 125 ناقص 25. يبقى 180 ناقص 25 تديك 155 درجه، يبقى الاكس قيمتها ب 155 درجه. دي فكره حل المساله، ان انا جبت 70 التقابل بالراس وكملت مثلث، يبقى 95 اشيل منها 70 يديني 25، لان الزاويه الخارجه بتساوي مجموع قياسات الزاويتين الداخلتين عدد المجاوره لها. فهنا 25 تبقى اللي فوق دي 25 زيها وضع تبادل. وزاويه اكس تكمل ال 25 يبقى 155 درجه الحل بتاعك. السؤال اللي بعده، هنا عايز اجيب قيمه الاكس، رسم شعاع المنظر ده ورسم هنا مستقيم كده وبعدين رسم مستقيم تاني وعمل خط يوازي، وهو عايز الاكس اللي هنا والزاويه اللي هنا جابها ب 20 والزاويه اللي فوق دي 120. ممكن تكمل الخط كده، الزاويه دي 120 تبقى الزاويه اللي هنا 120 درجه، ده وضع ايه؟ تناظر. دي 120 تبقى اللي هنا 120 يا ولاد. الاكس دي خارجه عن المثلث اللي جنبها، زاويه خارجه، يعني بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين عدد المجاوره لها، تجمع 120 و20 تبقى الاكس 140 درجه. يعني ده خارجه عن المثلث اللي جوه، طالما هي خارجه بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين دول. يعني تجمع الزاويتين ال 120 مع ال 20 ديت تديك الزاويه اللي بره هنا اللي هي 140 درجه. ده سؤال 5. سؤال 6، هنا عايز اجيب قيمه الاكس في المساله، حلها برضه يا شباب بنفس الطريقه. هنا في زاويه 2 اكس وفي هنا زاويه 5 اكس زائد 40. طيب دي 2 اكس زيها لان ده تبادل. خلاص هو عايز ايه في المساله؟ عايز قيمه الاكس. بص يا حبيبي كده، شايف حرف الزد ده؟ الزاوية هنا 2 اكس، تبقى الزاوية دي 2 اكس زيها، تمام؟ ودي 5 اكس فوق اهي، ده تقابل بالرأس زيها، دي 5 اكس بدي 5 اكس زيها، صح كده؟ هو عايز ايه اصلا؟ هو عايزك تجيب قيمة الاكس. طب الزاوية اللي هنا دي كانت 5 اكس زائد ايه؟ زائد 40. طب ما انت عندك ال 2 اكس دي زيها 2 اكس، يبقى الزاوية دي كلها مجموعها 180. يعني تقول له 2 اكس زائد 5 اكس زائد 40 بتساوي 180 درجة، لأن زاوية مستقيمة يا ولاد، الزاوية ده هي زاوية مستقيمة. شوف كده هو طالب إيه ويقول لي قيمة إكس. فأنت الفكرة أي في أفكار كتير، بس الفكرة السهلة إن هنا 2 إكس يبقى دي زائد 2 إكس بالتبادل اللي هنا، تجمعهم على بعض يديك 180، يبقى 7 إكس زائد 40 بتساوي 180، يبقى 7 إكس بتساوي 140، هنقسم على 7 تبقى الإكس بكام؟ ب 20 درجة. بس تعالى نشوف أسئلة الاختيار المتعدد. أول واحدة، إذا كان ال واحد وال اتنين وال تلاتة ثلاثة مستقيمات في نفس المستوى، يعني النظرية بتقول إذا وازى مستقيمان مستقيما ثالثا كان هذان المستقيمان متوازيان. لاحظ إن ال تلاتة بتوازي ال واحد وال تلاتة بتوازي ال اتنين، يبقى ال واحد وال اتنين بيوازوا بعض، بتختار إجابة إيه؟ ال واحد وال اتنين بيوازوا بعض اللي هي الإجابة ج، يبقى واحد بتختار إجابة ج. السؤال رقم اتنين، إذا كان عندي ثلاث مستقيمات في المستوى، المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون عمود على الاخر. بص يا حبيبي هوضحها لك، هنا المستقيم ال1 وهنا ال3 كانوا بيوازوا بعض، وجه مستقيم اسمه ال2 ده كان عمودي على ال1، يبقى لازم ال2 ده يبقى عمود على ال3، يبقى ال2 وعمود، يبقى هنختار اجابه ا. السؤال اللي بعده رقم 3، ما هو قياس زاويه اي بي اف؟ اي بي اف الزاويه اللي هنا عايزين نجيبها يا اولاد. لاحظ معايا ان زاويه سي هنا تبقى 45 درجه وضع تبادل، وعندك زاويه سي وزاويه بي هيبقوا زي بعض برضو ب 45 درجه وضع تناظر، يبقى اجابتك هتاخد اجابه ألف لسؤال 3. تاني، زاويه دي بتساوي زاويه سي وضع تبادل داخلي، والسي بتساوي البي اللي هي اف بي اي بتساوي 45 درجه وضع تناظر، يبقى زاويه هتبقى اجابتك ألف. السؤال التاني، السؤال التالت ألف. السؤال الرابع، في الشكل المقابل ما قياس زاوية ACD؟ ACD الزاوية اللي فوق دي،
انت عندك هنا في حرف زد موجود اهو، تبادل يعني. شوف كده رسم الخط ده وعمل الزاوية دي كده، الزاوية دي كانت 85 درجة، تبقى الزاوية دي كلها برضو كام؟ ب 85 درجة، ده كلها. الزاوية هنا ب 120، تبقى الزاوية اللي جوه كام؟ ب 60، لأن ال 120 تكملها 60، دي ب 60 تمام. ودي كلها 85 لأن ده تبادل، الزاوية دي 85 تبقى دي كلها 85 ورا تبادل داخلي، دي 85 دي 85، هنشيل منها ال 60 اللي هي مكملة ال 120، هيبقى 25 درجة هنا، يبقى الزاوية هنا ب 25 درجة، يبقى إجابتك جيم يعني. الشكل المقابل ما قيمة إكس، عايز تجيب الإكس اللي هنا، جاب لك حاجة بالمنظر ده، هنا إكس تمام، والزاوية اللي هنا تبقى 180 ناقص إكس لأنها هتكملها، دي إكس تبقى دي كام؟ 180 ناقص إكس، تبقى دي زيها برضو ب 180 ناقص إكس اللي هي أصلا كانت 3 إكس، يبقى 3 إكس تساوي 180 ناقص إكس، هنعدي السالب إكس يبقى 3 إكس و إكس 4 إكس، ب 180 نقسم على 4، 180 على 4 فيها كام؟ فيها 45 درجة، يبقى إجابتك ب. سؤال 6، شكل مقابل ما قيمة إكس، جاب لك النسبة بين إكس إلى واي 7 إلى 11، يعني لو عملت مقص، بص إكس على واي بتساوي 7 على 11، يعني الإكس عوض عنها مثلا ب 7 إم، والواي عوض عنها بكام؟ ب 11 إم، بقول له إن الإم ده ثابت لا يساوي الصفر. طب أنت عندك علاقة بين الإكس والواي إن مجموعهم الاتنين ب 180 درجة، لأن دول زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين. يبقى الإكس والواي ب 180، تعوض عن الإكس بقى ب 7 إم وعن الواي ب 11 إم، هيديك الناتج 180، يبقى 7 إم و11 إم يعني 18 إم بيساوي 180، يعني الإم تبقى ب 10، تبقى الإكس بكام؟ 7 في 10 ب 70، يبقى الإكس ب 70 درجة والواي ب 110 درجة. هو عايز قيمة الإكس يبقى 70 درجة اللي هي الإجابة ب، نختار إجابة ب. هو عايز قيمة الإكس، الإكس يبقى 70 درجة، يبقى سؤال 6 هتاخد إيه؟ إجابة ب. طيب لسه واحدة، بيقول لي هنا تفكير ناقد، الشكل المقابل ما العلاقة بين إكس وواي وزد، مسألة جت في كتاب المدرسة يا ولاد سهلة جدا، ركز بس معايا أنا أشرحها لك. شايف الشكل اللي قدامك ده؟ أنا عايز أجيب علاقة تربط بينهم، يعني حرف الإم كده. أنت لو وصلت الخط ده يبقى ده مين هيوازي الخط اللي هنا، عملت عمل يعني، فالزاوية اللي هنا كانت إكس تبقى دي إكس زيها، والزاوية اللي هنا واي تبقى دي واي زيها، يبقى ده وضع تبادل يا ولاد، واي وواي، إكس وإكس تبادل داخلي أهو، دي كلها كانت زد، يبقى العلاقة إن الزد هتساوي إكس زائد وواي. اختار بقى الإجابة بتاعتك، زد بتساوي إكس زائد واي اللي هي الإجابة جيم يعني. اختار اجابتك ايه؟ جيم لسؤال 7. اتمنى تكونوا فهمتوا يا ولاد، كده خلصنا الدرس، الحصه الجايه هناخد المثلث ان شاء الله.